حوادث الطرق تاني سبب بيموت بسببه البشر يمكن أكتر من الحروب. وعشان نقلل الحوادث ونحد من مخاطرها لازم نلتزم بمعايير السلامة اللي بيها بنقلل احتمالية حدوث الحوادث في شوارعنا. التحكم في السرعات، عشان السرعة سبب أساسي من أسباب الحوادث لازم نتأكد إننا ماشيين على السرعة القانونية. ارتداء حزام الأمان بيقلل من خطر الإصابات المميتة نتيجة الحوادث بنسبة بتوصل ل 50% لركاب المقاعد الأمامية وبنسبة بتوصل ل 75% لركاب المقاعد الخلفية. استخدام الموبايل أثناء القيادة بيقلل من تركيز السائق وبيزود من خطر وقوع الحوادث. القيادة تحت تأثير المخدرات بتزيد من خطر وقوع الحوادث بنسبة كبيرة. الصرامة في تطبيق قانون القيادة تحت تأثير المخدرات بيقلل من عدد وفيات حوادث الطرق بنسبة 20%. مقعد الأطفال بيقلل من احتمالية وقوع الإصابات المميتة نتيجة الحوادث على الطرق بنسبة 70% بين الأطفال الرضع ونسبة 45-80% بين الأطفال الصغار. الخوذة ارتدائها بالشكل الصحيح ممكن يقلل نسبة الوفيات بمقدار 40% ويقلل من خطر الإصابات الشديدة بنسبة بتوصل ل70%. نسبة كبيرة من الحوادث لو تم التعامل معها بشكل سليم وبسرعة هتحافظ على حياة ناس كتير وتخليها أقل خطورة. التزامنا بمعايير السلامة كمواطنين وحكومات هيساعد في الحد من إصابات ووفيات حوادث الطرق. سواقتك أمان ليك واللي حواليك.